ده يخليني أسألك إنه إيه حكمك أو إيه معايير حكمك على أي كتاب أو على أي أدب سيرة ذاتية، إذا كان الكتاب ده حقيقي دقيق أمين، إذا كان الكتاب ده نجح ما نجحش، يعني إيه معاييرك؟ نازك الملائكة دي كتب سيرة، هي كانت عبارة عن سيرة شخصية. يعني الدكتور طه حسين لما جه كتب الأيام، هو كتب الأيام دي سيرته الذاتية الشخصية، دي سيرة أدبية. تمام، هو بيتكلم عن نفسه، هو بيحكي عن نفسه. هو طبعا يحاسب عن أي حاجة، يعني أي حد يتطرق سيرته الذاتية بيعملها بطريقة وثائقية، يعني بعيدا عن المعنى الأدبي، ويتطرق فيها لشخصيات موجودة، فهو أكيد عنده مسؤولية قانونية كاملة. أكيد عنه يعني أنا لو جيت كتبت سيرتي طبعا. الذاتية دلوقتي، أنا لو جيت كتبت سيرتي الذاتية دلوقتي حتى لو هي سيرة ذاتية أو شخصية، يعني في الوقت الحالي بعد كده، بعد 10 سنين، بعد 20 سنة، يعني طه حسين لما عمل الأيام، هي الأيام دلوقتي بقت السيرة الذاتية بتاعت الشخص، هي بقت سيرة مجتمع، لأن ده عميد الأدب العربي. انت مش بالضروره انك انت لما بتيجي تعمل الكتابه دي، يعني اني اورنو عملت سنه 2008 السنوات دي، يعني حققت نجاحات كبيره جدا جدا من حوالي 14 سنه. اهميتها دلوقتي انها بقت اهميه واحده من اهم واعظم ادباء فرنسا. تمام، فهي بقى ليها قيمه عامه بقى، لان هي في النهايه دي سيره ادبيه، سيره ذاتيه شخصيه. أستاذ مصطفى، كنت عايز أعرف من حضرتك إيه هي المشاكل اللي ممكن تكون بتبقى موجودة بعد إصدار كتب السير الذاتية؟ طبعاً إحنا قلنا إن هو الحالة بتاعت الفرق النوعين يعني بتقبل الكثير من المفارقات. مثلاً عن الكتاب اللي هو كان من أهم الكتب اللي صدرت العام الماضي، اللي هو بتاع الدكتورة سامية محرز عن حياة جدها الشاعر إبراهيم ناجي. تمام؟ وابراهيم ناجي شاعر كبير جدا، والدكتوره ساميه محرز يعني اكاديميه كبيره مصر، يعني وهي بتتكلم عن جدها. تمام. وحياه جدها دي كان فيها تقاطعات مع حاجات كتير جدا، فمن الوارد ان يكون في ناس بتختلف مثلا مع نقطه، مع موقف معين، مع شخص كان موجود في وسط الاحداث هو غير راضي عن ظهوره. وعلى فكره الموضوع ده طول الوقت مسار جدل، يعني احنا دلوقتي حاليا حتى على المستوى السينمائي، يعني عالميا بعيدا بقى عن فوز كاتبه نوبل، ان احنا يعني في نقطه مهمه قوي، في فيلم مثلا بتاع مارلين مونرو ده، هو ده متاخد من سيره المفترض ان هي منسوبه ليه، وكتاب تاني يعني في كتاب اللي هو الشقراء، وفي سيره هي كانت عاملاها قبل كده وكانت مصدر مهم من مصادر المعلومات عنه. هل مثلا الفيلم، في ناس شايفه كتير جدا ان الفيلم ده بيسيء لشخصيه مارلين مونرو، او ان هو ابتذلها مثلا. الفكره هنا دايما ده مسار الاختلافات. طبعا لما بيكون الكاتب هو اللي بيكتب عن نفسه، فهو متحمل في النهايه مسؤوليه. يعني انا زي ما بقول لحضرتك، كتاب مثلا زي كتاب الايام، احنا بنتكلم عن كتاب معجز وعابر للعصور وعابر للازمنه ومعلم وتحول للدراما، ويعني تمام، وزادت قيمه الكتاب تمام توازيا مع ارتفاع قيمه صاحبه، يعني تمام. وكتابه السيره الذاتيه، احنا الكتاب العرب زي ما بقول لحضرتك بيحبوا يعني الشكل ده، حتى في الكتابه الروائيه. ايوه، يعني في الكتابه الروائيه ادب، يعني في كتير من الناس بتكتب طول الوقت اجزاء من حياتها، ويعني كتير من غير يعني لا يتسع لذكر، يعني لا يتسع المجال لذكر كل الاسماء. لكن اللي بتكلم فيه ان هو دايما ما دام انت بتشترك مع احداث حقيقيه فده كده. بس خلي بالك من حاجه، ان احنا لما نكون بنتكلم عن سيره ذاتيه ادبيه، يعني انا دلوقتي عملت حياه متخيله ليا وعملتها في روايه، ما حدش هيحاسبني بقى، دي روايه، ده عمل فني ابداعي متخيل، ممكن يكون هو بيندرج تحت قتل الزير. انا ما دام كده يعني ده بعيد عن التوثيق، مش عمل وثائقي، لا ده خلاص دي روايه. تمام، دي روايه وانا حر فيها، انا صاحب القصه وانا حر فيها براحتي. ممكن بالظبط، يعني انا عندي عمل مثلا بيتناول اجزاء من حياه والدي مثلا، انا تاثرت بيها فعملت كده، اي كاتب ممكن يعمل كده. تمام، ده حاجه. انما في حاجه تانية بقى، اللي هو كتابات السيره الذاتيه، شغل الدوكيومنتري، شغل مثلا زي انتاجات، زي ما احنا بنقول ان احنا ممكن نيجي نتعرض لشخصيه او نعمل جزء. وعلى فكره في مزيج من الحالتين، اللي هو الكتاب بتاع اللي هو مش ادب، اللي هو زياره حميمه تاثرت كثيرا، اللي هو بتاع الدكتوره ساميه محرز عن الشاعر ابراهيم ناجي.
هو هي حفيدته وفي نفس الوقت هي باحثه، فده تقاطعت كذا حاجه مع ده. جميل. في حد ممكن بيعمل يعني يكون عنده جات له ماتيريال معينه فهو قادر ان هو تتلم الاوراق بتاعت شخصيه معينه معاه فهيقدر يشتغل عليها. احنا عندنا في الادب السيره وفي الروايه المستمده من السيره، مصر من اهم الدول والكتابه العربيه عموما تهتم بهذا النوع من الادب طول الوقت، واغلب واعظم الكتاب اهتموا بها. يعني نجيب محفوظ عمل كده طول الوقت. يعني نجيب محفوظ انا شايف ان مشروعه كله هو اختزال ومزيج ما بين سيرته الشخصيه وسيره القاهره نفسها طبعًا. وسيره المكان. طبعا لكن ما دام بنتكلم عن السيره الذاتيه يبقى السيره الذاتيه نرجع بقى للشق الثاني اللي هو خاص مثلا بانتاجات عن السيره زي الشقراء اللي معمول عن مارلين مونرو، ده زي حاجات كتير الانتاجات الجميله اللي عملها الاستاذ حسين عثمان وهاني شنوده، كل دي سكك دي بقى احنا محتاجين فيها كتير. ليه؟ لان احنا اغلب الشخصيات احنا عندنا عجز، احنا لازم يكون واضح عندنا احنا اغلب الشخصيات الوطنيه والتي لعبت دورا بارزا ومهما في حياتنا الثقافيه والاجتماعيه طبعا في القرن العشرين تحديدا لم يتم توثيقها بالشكل الامثل حتى الان، واحنا بلد تاريخها كله عباره عن متفقه معاك جدا طبعا الوثائقيات. يعني احنا طلعنا نشوف مين الشخصيات، يعني في شخصيات كتير جدا واقعه مننا، في شخصيات محتاجه، واحنا للاسف يعني موضوع دلوقتي الباحثين دلوقتي، اصل خلي بالك انك انت عشان تدخلي على كتاب زي ده خاصه لو الشخصيه دي مثلا توفت من سنوات او بعيده عن الاحداث بتبقى محتاجه باحث، يعني زي ما بيقولوا لا يشق له غبار، يعني انت بتبقى أكيد. محتاج انك انت تتعامل مع الموضوع بشكل جاد أكيد. عشان يطلع حاجه كويسه، والا أكيد. هيطلع اي كلام وهيطلع فيه اخطاء ويعني مش هيبقى له اي لازمه. أكيد. فده جزء مهم جدا. طيب انا بشكر حضرتك جدا يا استاذ مصطفى الحقيقه، واتمنى انك تتابعنا وتتابع بقيه الحلقه مع الاستاذ حسين، وميرسي جدا على لقاء حضرتك عن طريق زوم.